مالك قال لابنته فاطمة لما جاءته في آخر أيام عمره الشريف ولحظاته الأخيرة، قال لها: يا فاطمة لا تبكي، لا تبكي على أبيك، أبوك في راحة من تعب هذه الدنيا، فلا تعب على أبيك بعد اليوم، ولا حزن ولا هم على أبيك بعد اليوم، لأنه راح ينزل إلى مكان يقال له روضة من رياض الجنة. فقالت: أنا أبكي على فراقك يا أبتاه. فقال لها: يا فاطمة أنت أول من يلحق بي من أهل بيتي، يعني ما أسرع لحاق فاطمة الزهراء بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاءت وألقت بنفسها على أبيها ونادت: وأبتاه ومحمدا، وأبتاه جنان الخلد مأواه، وأبتاه إلى جبرائيل ينعاه، وأبتاه أجاب ربا ناداه. وإذا بالزهرة تلقي بنفسها على أبيها وتلقي بولديها، تقول لي: رسول الله هذان ولداك، انظر إليهما. ضمهما النبي إلى صدره، تارة يشم الحسن وأخرى يشم الحسين، وهو يقول: الله ما تلقى عترتي من أمتي بعدي. جعل يوصيهم بوصايا: هذا وفاطمة تنظر إلى أمير المؤمنين، إلا غمض عيون أو شيل لو ساد يا أبو حسين. غمضت عينه: يا ابن عمي دس بليدي، شوف يدير العين لين ومد رجليه، وجبريل ينعوي الفلاك متعطل عليه، والمصطفى ينادي: يا فاطم لا تنوحين، لازم يا بنت اليوم عزك تفقدينا، وثوب المصايب بعد عيني تلبسينا، بس الله الله بعد عيني يا حزينة، ومنك يكسرون العدا بالباب ضلعه. صاحت دمع العين فوق الخد سكاب، إن كان ضلع يكسرون بصاير الباب. وصل وصل كرار بي وصل أصحاب، لحد علي يجتري يا قرة العين. هذا الحسن مشعوب قلبه من يجبره، وهذا الشهيد حسين يا هيشيم من أحراه، وياهو بعد عيناك
يحمل فوق صدره ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك الصبط يا ويلي ولن واحد خلف الباب يتخفى بكلامه ينادي يا اهل بيت النبوة والإمامة بالله ارخصوني ادخلون على المظلل بالغمامة اطلب الرخصة من النبي نور المسلمي قالها يا فاطم انهضي وقوم افتح الباب هذا الذي ما يهاب من حاجب بواب يا ام الحسن هذا المفرق بين الاحباب وشبكة الزهرة على رسول الله باليده يا الله قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت حاضرها لم تكثر الخطبُ